فقال: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كل بدعة فهي ضلالة. البدعة ما هي؟ ما أحدث في الدين وهو ليس منه، لم يشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم، فكل بدعة ضلالة. وفي هذا رد على من يقسم البدع إلى بدع حسنة وبدع سيئة. ما في البدع شيء حسن، كلها سيئة، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم بين عاقبتها فقال: وكل ضلالة في النار. هكذا أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم.